في العهد المكي لما رأى المشركون صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واجتماع الناس حوله آذوهم أشد الأذى، ومن صور أذيتهم لهم إشاعتهم عنه صلى الله عليه وسلم، إشاعتهم عنه صلى الله عليه وسلم أنه ساحر لينفر هؤلاء المشركون الناس عنه وحتى يخافه الناس، وأشاعوا عنه أنه مجنون ليسفهه الناس، وأشاعوا أنه كاذب، لكن يدحض هذا كله أنه قد عرف بين أهل مكة أنه صلى الله عليه وسلم الصادق والأمين لصدقه وأمانته. أثار الشغب والضوضاء في مجالس النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء ليدعو الناس إلى الله حتى يصدوا عن استماع الوحي وما يأتي به من الحق. كانوا يستقبلون من أتى من خارج مكة إلى مكة للحج والعمرة أو غيرها ويحذرونهم من النبي صلى الله عليه وسلم. آذوه في جسده كما فعل عقبة بن أبي معيط إذ جذبه مرة من ثوبه حتى كاد يخنقه حتى رده عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وألقي عليه سلا جزور حتى رفعته عنه ابنته فاطمة رضي الله عنها. حاولوا قتله إذ عرضوا على عمه أبي طالب أن يعطوه مكانه عمارة ابن الوليد ويقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأرادوا قتله كذلك عند هجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عذبوا المستضعفين من المؤمنين واشتد أذاهم عليهم، كما كانوا يضعون الحجر على بطن بلال رضي الله عنه، وكما فعلوا بآل عمار ابن ياسر، بعمار وأبيه ياسر وأمه سمية، وكان صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار واشتد أذى الكفار على هؤلاء المسلمين واشتدت فتنتهم إياهم، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. قال صلى الله عليه وسلم إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده. وحصلت إلى الحبشة هجرتان، الهجرة الأولى هاجر فيها 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان وهو أول من خرج، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار. ثم بلغهم أن قريشا أسلمت، وكان هذا الخبر كذبا، فرجعوا إلى مكة. فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان عليه رجع منهم من رجع، ودخل جماعة فلقوا من قريش أشد الأذى، وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأما الهجرة الثانية إلى الحبشة فخرج فيها 83 رجلا وثماني عشرة امرأة، فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال، فبلغ ذلك قريشا فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي، فرد الله كيدهم في نحورهم. وفي السنة السادسة من البعثة أسلم حمزة بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وكان يسمى أعز قريش، فعز به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أسلم عمر بن الخطاب ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فتقوى المؤمنون بهما وامتنعوا من قريش، واشتد أذى قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصروه وأهل بيته في شعب أبي طالب 3 سنين. وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فنال الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، وخرج من الحصر وله صلى الله عليه وسلم 49 سنة. وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله 87 سنة، ثم ماتت خديجة رضي الله عنها بعد ذلك بيسير، فاشتد أذى الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف هو ومولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه يدعو إلى الله تعالى، وأقام بها أياما فلم يجبه أهل الطائف، وآذوه وأخرجوه ورجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة،
ثم دخل مكة في جوار المطعم ابن عدي. وفي طريق رجوعه صلى الله عليه وسلم لقي عداسا النصراني فآمن به وصدقه. وفي طريقه صلى الله عليه وسلم أيضا بموضع يقال له نخلة صرف إليه نفر من الجن 7 من أهل نصيبين فاستمعوا القرآن وأسلموا. ثم أسري بروحه صلى الله عليه وسلم وبجسده إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى فوق 7 السماوات بجسده وروحه إلى الله عز وجل، فخاطبه وفرض عليه الصلوات. وبعدها صلى الله عليه وسلم أقام بمكة ما أقام، يدعو القبائل إلى الله عز وجل، ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة، فلم تستجب له قبيلة، وادخر الله ذلك كرامة للأنصار. فانتهى إلى نفر منهم 6 فاستجابوا لله ورسوله ورجعوا إلى المدينة، فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبايعه الأنصار 2، البيعة الأولى والبيعة الثانية. قدم مكة في العام القابل 12 رجلا من الأنصار، منهم 5 من 6 الأولين، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء الواردة في سورة الممتحنة عند العقبة، ثم انصرفوا إلى المدينة. هذه بيعة العقبة الأولى. وأما البيعة الثانية فقدم عليه في العام القابل منهم 73 رجلا وامرأتان، وهم أهل العقبة الأخيرة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم. فترحل هو وأصحابه إليهم، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 12 نقيبة،